بدايات في الإيمان كانت من سن صغير. أيوة. هل قدسك استمريت بالشكل ده وبحياة الإيمان دي طول الوقت؟ أثر في حياتي أمي ثم لما ترسمت شماس مدارس الأحد، وعشت لحد 11 سنة إنسان مطيع، أحب ربنا، أخدم في الكنيسة كشماس مدارس الأحد إلى آخره. وبعد 11 سنة حصل المعاشرات الردية في المدرسة، زي بيقول الكتاب تفسد الأخلاق الجيدة، تتبعد عن ربنا حوالي تقريبا 5 سنين. وصلت إلى كل شيء كنت بعمله، وفي يوم من الأيام وأنا قاعد بذاكر دروسي سمعت صوت، كان الساعة حوالي 12 بالليل، بيقول لي آخرة الخطية اللي بتعملها دي والجحيم اللي ينتظرك. لقيت ربنا كشف لي على الحيطة كده زي شريط سينمائي بالظبط حياتي من أول 11 سنة لحد 16 سنة ونص في هذا الوقت. شفت كل شيء عملته، فارتعبت وخفت جدا، أنا كل ده عملته طب أعمل إيه؟ وفعلا لو مت الوقت روح الجحيم، كنت أخاف من الموت جدا. كان قدامي على الترابيزة أنا بذاكر عليها كتاب بتاع أختي عنوانه صلوات القديسين، جبته وفتحت أول صفحة لقيت مكتوب الكل زاغ وفسدوا عوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. بالخطايا حبت بي أمي، بالأسام صورت، وقال ولكن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. عايز أصلي عشان أقول ربنا قبلني وسامحني. فقلبت الصفحة الثانية من الكتاب صلوات القديسين لقيت صلاة القديس الأنبا بولا البسيط. الصلاة ديت أنا صليتها، تقول يا رب أنا اللي صنعت الشر في عينيك ووسطك بأعمالي وأفعالي وشهواتي وبعدي عنك، لكن يا رب من فضلك سامحني واغفر لي وتوبة من الآن ما رجعش تاني، وعهد بيني وبينك تكون دي آخر لحظة في الحياة الماضية. في هذا الوقت شعرت أن حمل تقيل أو على كتافي سقط، ولأول مرة في حياتي أدور على كتاب مقدس أقرأه. فقمت أدور على كتاب مقدس لقيت بشارة يوحنا، الكلام ده سنة 58. ممكن كنت قريت طبعا كتاب مقدس في حصة الدين أو في الكنيسة كشماس، لكن لأول مرة أراه وأعرف فيه أو أشوف فيه إيه. فجبت كتاب مقدس بعد الصلاة دي على طول وقريت أول إصحاح في إنجيل يوحنا، وجيت عند الآية 12 كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. من هنا عرفت أن أنا المسيح لما أقبله أو أجدد معموديتي من جديد بملكيته من جديد على قلبي يبقى أنا ملك لي أو ابن لي. وقعد ربنا يعدني 20 سنة من 58 ل 78.